سؤال مهم برضو الناس حضرتك بتفكر فيه، استلمت النادي بمديونيات كبيره جدا، كل احترام طبعا للاخرين، مجالس محترمه جدا، كابتن حسن حمدي انجازات كبيره جدا، وكابتن طبعا محمود خطيب، ويعني الحقيقه له يعني سلموا النادي في وضع كاسم النادي الاهلي نادي القرن، والامور كانت قويه جدا، ولكن الوضع المالي كان صعب بعد ظروف الثوره، النادي الاهلي مديون مرتبات ما بتدفعش، وازمات كتيره، لعيبه ليها فلوس، المدرب الاجنبي حتى ما بيجي رجال الاعمال بتساهم فيه. ثم في سنتين بنسمع ان النادي الاهلي عنده اكبر ميزانيه في تاريخ الانديه المصريه او في تاريخ الانديه العربيه، ارقام كبيره جدا جدا جدا. ايه اللي حصل؟ لا انا يعني طبعا لازم احط اعتبار مع كامل احترامي طبعا كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب، ناس يعني يشملهم تاريخ النادي الاهلي، وقدموا على قدر ما قدم لهم النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا صنع نجوميه كل الناس، وكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب قدموا في المقابل ما يرضي ضمائرهم بالنسبة لكون النادي الأهلي النهاردة في مكان يليق جدا. وأنا على المستوى الشخصي أتشرف أن أنا أكون ضمن النادي الأهلي اللي هو نادي القرن والنادي الأكثر تتويجا والنادي صاحب الشعبية الأولى في المنطقة. لكن أنا لا أستطيع أن أنكر صعوبة الفترة ما قبل تولينا، اللي هما السنتين اللي قامت فيهم الثورة. وخليني أكلمك عن نفسي يا كابتن سيف، لأن أنا لكل واحد منهجه. في ناس بتشوف الدنيا من منظور إن سورس واحد أو مصدر واحد هو ده اللي هيحقق لي طموحاتي. إحنا لما حطينا برنامج والناس اعتقدت إن ده برنامج انتخابي دعائي، زي ما واحد يقول لك، انا كان في واحد زمان لا داعي لذكر اسمه قال لك انا لو نجحت هاخد الاوبرا هضمها للنادي. كانت ساعتها سوق القاهره الدوليه اللي هو زي قاعه المؤتمرات. وفي واحد يقول لك انا هاخد حته من النيل هضمها للنادي. وهذا ما اعتقده كثيرون، ان احنا لما حطينا برنامج احترافيه العمل، النادي الاهلي شانه شان اي مؤسسه. مش عاوز اعوذ بالله من كلمه انا، لكن انا اقدر ارجع لك لمقابله مش فاكر فين، قد تكون في برنامج اخر، يعني ان انا قلت ان النادي الاهلي منتج، اسم النادي الاهلي منتج يجب استثماره، وده اللي حصل، وده استحقاق. ممكن ناس كتير قوي غيرنا يعملوا زي ما هو موجود دلوقتي في بنش مارك او سقف، اللي هيجي يتفضل يستلم النادي الاهلي من اجيال نعتز بيها هيلاقي في حاجه محطوطه يكمل عليها، زي ما طبعا احنا كملنا على الاخرون. ما اقدرش اجحد ابدا تاريخ ال 109 سنه. في يعني انا حضرت، او الظروف خلتني حضرت رموز كتيره قوي، يعني ناس اتعلمنا منها وبنعمل اللي هم كانوا بيعملوه. البرنامج اللي حطيناه او التوقعات اللي حطيناها او الفوركاستنج بتاعنا اسميه، يعني اللي قد تكون الظروف خدمته، هو ده اللي اتحقق يا كابتن سيف، هو ده اللي بينعكس على الميزانيه، ان يجب ان يكون هناك استثمار. وده ركزنا في الشيخ زايد. انت عارف حضرتك ان الشيخ زايد دي جت شركه عرضت عليا برزنتيشن انا والزملاء في لجنه التسويق، استاذ شامل عمري والاستاذ جمال هنيل، انها تعمل ماركتنج للشيخ زايد. هو انا ما قداميش غير لما تستحق عقود الرعايه اي استحقاق، والشيخ زايد ارض تفضل الزملاء من سبقونا المجلس السابق بانه جابها وعمل لها سور وتخصصت. وعلى فكره المكان الثاني اللي تم استبداله اقتصاديا واستثماريا احسن من الاولاني، اللي هو المجلس السابق برضه اتغير في عهده. خطوه كويسه.
لا هو ما كانوش بنوا، فالضوابط بتاعه وزاره الاسكان والتعمير اللي ما بيبنيش في مده معينه بتتسحب منه الارض. انتوا استلمتوا سور ولا استلمتوا مرحله اولى خاصه؟ لا احنا استلمنا سور ومبنى. مبنى هيكل خرسان يعني، مش ده المهم. ما انا بقول لحضرتك كل واحد ليه منهجه. هو كان عنده رؤيه تانية من استثمارات سريعه. ما كانش حد عارف ان في ثوره. يعني في حاجات ما حدش بيقدر يحسبها كابتن سيف، وانا مش بجمل الكلام. لا هي بس في نقطه حضرتك ان التاريخ بيدي كل واحد حقه. يعني النهارده زي ما حضرتك بنيجي نقول كابتن حسن كابتن محمود الخطيب النهارده اسامي كبيره جدا داخل نادي الاهلي، سلموا نادي الاهلي، نادي القرن سلموا نادي الاهلي بحاجه كبيره جدا، برضه التاريخ هيقول انتوا موجودين، استلمتوا كذا، خلصتوا فرع كذا، عملتوا كذا من انجازاتكم. على فكره مش عيب التاريخ يعني. يا فندم التاريخ بيسجل اوتوماتيك يا كابتن سيف. انا مش مضطر يعني، انا لست يعني مش مضطر، مش هقدر اقول حاجه مش حقيقه. حضرتك الميزانيه اللي الناس كلها بتتكلم فيها انا مش هقدر اتكلم فيها. انا قارئ للميزانيه زي عضو عامل في النادي الاهلي. يعني بيحضرني، كنت بتفرج على ماتش بقناتكم المحببه ليا يعني، وفي حد والله ما فاكر، لو فاكر قلت، قال لك لا انا لازم اشوف الميزانيه، انا اخشى انه يكون فيها عقود لاحقه داخله الميزانيه اللي ماضي عليها الاستاذ مصطفى شوقي. حتى هو عمل اتصال بكامل زاهر وقال له، يعني الراجل بينزعج جدا من ان حد يتكلم في حاجه فنيه، يعني ما ينفعش مثلا اجي احط اسيت او حاجه عشان اجمل بيه الميزانيه. طيب انا بس عيبنا ان احنا ما بنكملش زي ما حضرتك بتتابعني دلوقتي. انا احب ده اللي قرا الميزانيه رجع لحضرتك بالكومنتس بتاعته او تعليقاته على الميزانيه ولا ما رجعش لسه ما رجعش؟ طب لما يرجع بقول يعني، ما هو انا سهل اقول لك يا كابتن سيف ابقى قابلني لو حصل كذا. طب انا عاوز اقابلك. عاوز اقابلك. هقابلك ازاي؟ هو قاعد وبص يعني ما اعرفش تفحص الموضوع. انا لو قلت لحضرتك حاجه النهارده او يعني مش شككت يعني ليا كونسيرن، ليا تعليقات على حاجات. بقول والله انا الميزانيه دي اخشى انها تكون، لو ما حصلش كده تبقى ميزانيه كويسه مقبوله. ده هقول تاريخيه ولا يعني اناهيك، لان احنا لما بنقول حاجه حضرتك انت، انا تاني مره اطلع في سنتين معاك، لا بروح الوح هنا ولا اقول هنا ولا اقول هنا، لان انا باجي برساله. لو ما عنديش رسالة يا كابتن سيف أنا مش هكلمك في التليفون أقول لك إزيك وكل سنة وأنت طيب. عندي رسالة زي اللي أنا حضرتك طالب تسألني فيها بقول. فخليني أخش في إن إحنا درسنا اقتصاديات النادي الأهلي.